في الولايه نتاعنا مش مشكل. باهي انا عندي خبير سعيد. انت عندي خبير سعيد اليوم الساعه بثينه فهمني ولا من الهلال الاحمر التونسي ذكروا بحجم التبرعات تقريبا اكثر من 700,000 دينار تلمت لهنا في ديوان افهم في برنامج ساعه سعيده اليوم ال11 باش تعطينا وين وصلت المجريات. عندنا اخبار سعيده وين وصلت المجريات. عندنا اخبار سعيده في الاثناء واحنا نعملوا في الحمله وكذا وخبيت لكم انا المفاجاه هذه. ثم مواطن تونسي يعيش خارج حدود الوطن المواطن هذا اسمه سمير العماري فهمني ولا عنده باج اسمها مدنيني في باريس. اوكي معناتها سمير من مدنين. اي من مدنين طبعا من مدنين فهمني وانا نعرفه شخصيا السيد هذا عنده باج. باش نفسر لك كيفاش كي تبدا عندك باج تستغلها للباهي وباج تستغلها باش تدمر وتنتهك اعراض ناس. اختار الباج هذه فهمني ولا وعمل كولكت. خلينا نحكي لكم التفاصيل اكثر بالتليفون هذا. سمير صباح النور. صباح النور خويا جعفر. صباح الخير لبس عليك. صباح الخير مرحبا بكم. مرحبا بكم سمير. مرحبا بكل السامعين. مرحبا بكم الكل. تعرفوا سمير ايش عمل المواطن التونسي؟ خرف التصوير راه طرف التصوير على يوتيوب راه التصوير. سمير قول لي جعفر احكي لنا كيفاش بدات الفكره. والله الفكره جعفر كما تعرف احنا كل مره نعمل مبادره. عملنا مبادره في هذيك الكار زينه وعزيز شنا مرشدات الاثنين. عملنا مبادره نتاع الكراسي هذوك نتاع ذوي الاحتياجات الخاصه. عملنا مبادرة نتاع افطار صائم كل يوم الوقت معناها من 400 500 بشر عندنا تو ثلاثة مرات عملناها معناها على مدار بالباج دينامون بالباج. عملنا شرينا هزينا للمدنين الجمعية معناها ما يقارب 256 زي ريالي صورة بالباج واحد في تونس كلها معناها حبة كلها تقول لك بالباج دينامون عملنا تقول لك شرينا سيارة الساعات باش نعطوها معناها المدنين تبدل الرأي. سبحان الله سمعت بيك جعفر انت تعمل معناها انت اللي ترأس الفازة هذه نتاع الهلال الاحمر كلها هذه قلت علاش ما ننساش خونا جعفر يا باشا هو الفلسطين يكسر الامر خويا جعفر. الامبيلونس موجوده موجوده بعثك تصور هاي التصوير نتاعها مباشره هذه الامبيلونس موجوده تشريت ديجا تشريت وموجوده الامبيلونس حاضره موجوده موجوده معناها يعرفوها ناس كثيره هاي شوفوا في الباج الامبيلونس موجوده فهمني ولا باش نسقم على الهلال على ذمة التوانسة الكل وهذه هدية لناسنا في غزة في فلسطين من ناس من سنين جالية مدنين في باريس. هذه هدية من جالية مدنين في باريس. إن شاء الله ربي يبارك لكم. الله يبارك لك خويا سمير. محليك انا نعرفه شخصيا محليك ومكبر قلبك وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى انت والناس الكل اللي عملته كوليكت بالنسبه للامبيلونس هذه. الامبيلونس هذه بعد شوي باش نسقوا مع مدام بوثينه دونك كنا نحكيو على تروز امبيلونس ان شاء الله باش تحكي عليهم مدام بوثينه وين وصلت. اليوم نحكيو على اربع امبيلونسات منهم هذه صور حصريه للامبيلونس اللي باش تكون موجوده باش تهبط لتونس في غضون اسبوع 10 ايام منها تنطلق ان شاء الله الغزه فلسطين. الحقيقه فرحانين برشا فرحانين برشا وان شاء الله ربي يبارك له سمير والناس اللي كيفوا لانه حملات بارتو في العالم صحيح. واغزر الاستغلال الايجابي مواقع التواصل والعظيم لوسائل التواصل الاجتماعي صح. نقطه لستر. برافو عليه سمير.